السلام عليكم. اليوم راح نسوي مرق السبانخ بطريقة سهلة وبسيطة حتى نتعلم الخطوات. تابعوني. راح نحتاج 2 شدة من السبانخ المغسولة جيدا والمقطعة، ونحتاج ربع شدة من الحلبة والكزبرة، ونص شدة من الاشبنت، ونحتاج 150 غرام من اللحم المقطع مكعبات بحجم متوسط، ونحتاج 2 ملعقة معجون طماطة، نص بصلة مثرومة، ونحتاج نص كوب لوبيا حمراء مسلوقة على النص أو مجمدة، ونحتاج هنا 4 حبات من الليمون المجفف اللي هو النومي بصرة. أما البهارات فنحتاج 1 ملعقة أكل من الملح، و1 ملعقة شاي من الفلفل الأسود والكركم والزعفران، و2 ملعقة شاي من الليمون المجفف. سنبدي بسم الله. 3 ملاعق زيت نخلي، ونضيف عليهم البصل المفروم ونقلبهم شوية إلى أن يشقر البصل أو يذبل. بعدها نضيف اللحم المقطع ونقلبهم كل زين إلى أن يتغير لون اللحم والبصل، يصير بهذا الشكل. هسه بعد أن يشقر لون اللحم والبصل راح نبدي نضيف الخضروات اللي هي نص شدة من الشبنت وربع شدة من الكزبرة وربع شدة من الحلبة. نضيفهم إلى خليط اللحم والبصل ونبدي نقلبهم بشكل جيد إلى أن يبدي يتغير لونهم ويصير لونهم غامق، أخضر غامق مثل هذا. بعدها راح نبدي نضيف السبانخ ونبدي بتقليب السبانخ. راح نلاحظ أنه حجم السبانخ راح يبدي يقل وتبدي تذبل، وبنفس الوقت راح تبدي السبانخ تذب الماء اللي بيها. راح نشوف كمية كبيرة من الماء، باعوا هنا واضح أنه شلون ذب السبانخ المي. بس احنا بهذه المرحلة راح نتركها لمدة 35 دقيقة الى 40 دقيقة الى ان ينشف هذا الماء. هسه بعد 35 دقيقة راح نلاحظ انه بقى شوية ماء، نتركه بعد 5 دقائق اخرى الى ان ينشف الماء بشكل تام. هسه هنا من بعد ما نشف الماء راح نبدي نضيف المعجون اللي هو 2 ملاعق اكل من المعجون، ونبدي نخلطهم كل زين الى ان يمتزج المعجون ويا السبانخ. بعدها راح نضيف الليمون المجفف الاصحاح اللي هو 4 حبات. بعدها راح نبدي نضيف البهارات اللي هي 1 ملعقة اكل من الملح، و1 ملعقة شاي من الفلفل الاسود والكركم والزعفران، و2 ملعقة شاي من الليمون المجفف المطحون. راح نبدي نخلطهم كل زين الى ان يمتزج. بعدها راح نضيف نص كوب من اللوبيا الحمراء ونقلبهم كل زين حتى تمتزج المكونات. بعدها راح نضيف 2 كوب من الماء المغلي الى الخليط، نخلطهم كل زين ونتركهم لمدة نصف ساعة 30 دقيقة على نار متوسطة حتى تنطبخ. بعد 30 دقيقة هذا هو منظرها النهائي، وهذا هو قوامها وسط، لا هي خفيفة ولا هي ثخينة. هسه راح نبدي نصبها في صحن التقديم. طبعا تقدم مع الرز المخلوط مع الزعفران، يعني زعفران ماتي لونه أصفر. هسه هم راح أبدي أصبها في صحن التقديم، وهذا هو هنا شكلها النهائي، وهذا شكلها من قريب. طبعا ممكن تقدموها مع الزلاطة أو السلطة. وألف عافية علينا وعليكم. كل المقادير موجودة في صندوق الوصف، جربوها وقولوا لي رأيكم بها، ونشوفكم فيديو جديد وطبخة جديدة. مع ألف سلامة.